تخيل رايح بتلعب بطولة عالم والعالم كله بينقلها، وكل حبايبك وقرايبك وجمهورك حتى والدتك قاعدة مع خالتك بتتفرج عليك ومش فارق معاك شكلك، كل ده عشان خاطر تيجي تمثل النادي الأهلي. ده اللي حصل بالظبط من لعيبة النادي الأهلي الدوليين اللي قطعوا مسافة حوالي 6000 كيلو عشان يجوا يلعبوا مباراة بالميراس، المباراة الثانية لينا في مونديال الأندية. تخيل لعيبة النادي الأهلي خرجوا من ياويندي للقاهرة في مسافة 4000 كيلو، وبعد كده ركبوا طيارة تانية من القاهرة لدبي عشان يكونوا موجودين مع النادي الأهلي فين؟ في أبوظبي كمان، يعني نزلوا في دبي وتحركوا منها على أبوظبي، كل ده عشان يكونوا موجودين. اللعيبة دي ما كانش فارق معاها ولا شكلها ولا الإرهاق ولا أي حاجة غير إن هم يكونوا موجودين مع النادي الأهلي. حتى محمد الشناوي اللي كان برا القايمة حرص ان هو يكون موجود ويسافر مع زمايله ويروح لأبو ظبي عشان يكون موجود مع النادي الأهلي في مونديال الأندية. اللعيبة دي طبعا بتستحق مننا كل التقدير والاحترام وكل التحية على المجهود الكبير اللي عملوه، وده بالظبط اللي اتكلم عنه جمهور النادي الأهلي على كل مواقع التواصل الاجتماعي عن رجولة وشخصية لعيبة النادي الأهلي زي محمد فارس الإعلامي بقناة الأهلي واللي بيقدم برنامج الأهلي خط أحمر، اللي اتكلم بالتحديد عن حمدي فتحي ودوره المهم جدا في مباراة بالميراس رغم الإرهاق ورغم الحالة اللي هو كان عليها، لكن أدى مباراة كبيرة جدا وكان واحد من نجوم المباراة رغم الإرهاق الكبير. يعني تخيل الراجل جاي من الكاميرون لأبو ظبي مرورا بالقاهرة ودبي وما تأثرش في حاجة، كل ده عشان يدافع عن ألوان النادي الأهلي. احنا لما كنا بنروح ماتشات المنتخب في الكاميرون كنا بنرجع ننام تاني يوم كامل. الناس دي تستحق بالفعل التحية والتقدير على المجهود الكبير اللي عاملينه عشان خاطر يدافعوا عن ألوان النادي الأهلي. طب لو جينا نتكلم بقى عن مشاركة النادي الأهلي في مونديال الأندية، هل انت شايف ان النادي الأهلي أثر في حاجة؟ هل شايف ان لعيبته أثرت؟ هل الجهاز الفني أثر؟ هل انت هتكون مع الكلام اللي بيتكلم لسه لحد دلوقتي عن مستقبل موسيماني، الراجل اللي كسبان بطولة أفريقيا آخر سنتين وموجود في كأس العالم للأندية للسنة التانية على التوالي وبيحقق نجاحات وإنجازات كبيرة؟ خلينا نشوف رأي كابتن عماد متعب بيقول ايه في الموضوع دوت ونرجع مرة تانية. موسيماني زي ما قلت لك في ناس كتير او بعض الناس بتحاول تقلل من قدر موسيماني، مش عارف ليه الراجل خد اتنين دوري ابطال افريقيا، تالت كاس عالم للانديه، بيأدي بشكل جيد جدا، خد سوبر افريقيا. فانا مش فاهم ليه بتكسب بطولتين من نادي واحده من نادي الزمالك المنافس الرئيسي ليك في افريقيا وفي مصر وبتكسب بعد كده البطوله اللي بعدها على التوالي صح، وبتاخد تالت عالم للأندية اللي احنا في جيلنا حققناها مرة واحدة وكانت بصعوبة. فالفكرة كلها الراجل بيحقق إنجازات. لما الراجل لما كسب الزمالك 5 برضو الناس ما انتقدته. بس ده كان كلام كابتن عماد متعب، يا ترى انت مع انهي رأي فيهم؟ هل نفضل نتكلم على مستقبل موسيماني بعد كل مباراة ولا نسيب الراجل يشتغل ويشوف شغله ونشوف البطولات والإنجازات الكبيرة اللي لسه مستنيها؟ طيب بعيدا عن مشاركة كاس العالم للأندية، لسه أزمة الغيابات بتواصل مطاردة النادي الأهلي، والمستشفى فتح أبوابها على الآخر لكل اللعيبة. بقى عندنا دلوقتي حوالي 10 إصابات في الفريق، بعيدا عن إصابة أكرم توفيق الطويلة اللي هتكون مستمرة تقريبا 6 شهور بعد الرباط الصليبي وبندعي له إن شاء الله يقوم لنا بالسلامة. دلوقتي كمان في يعني خبر سيء جدا إن بدر بنون مدافع النادي الأهلي المغربي الإصابة هتكون مكملة وهيكون بعيد عننا على الأقل لمدة شهر ونص، وده اللي بيوضحه دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق. خلينا نشوف دكتور أحمد قال إيه ونرجع مرة تانية. طبعا بدر جالنا النهاردة، هو كان عمل بعض الفحوصات في الكاميرون وتعرضت على يعني أساتذة القلب عندنا وتعرضت على أساتذة القلب في المغرب وفي الكاميرون اللي كانوا موجودين هناك، وكان رأيهم إن لا يعني بلاش يعني أي نوع من راحة سلبية بلاش اي نوع من انواع النشاط البدني دلوقتي، راح سلبيه لغايه لما الموضوع يبقى كويس. يعني طبعا احنا هنبدا برضو مع حاجات تانية، هنعمل له فحوصات تانية، في استشارات هتتم لبعض الخبراء العالميين في الموضوع ده بحيث ان احنا نبقى بس متوقفين هل المده هتكون قد ايه بالظبط. التوقع المبدئي ان احنا بنتكلم في شهر ونص، بدري دلوقتي عدى الشهر، فيا رب ان شاء الله باذن الله يبقى هي نفس المده ديت وان شاء الله يرجع كويس باذن الله. وقبل ما نختم بدعوكم للمشاركه في سؤال حلقه النهارده. سؤال حلقه النهارده عن واحد من ابناء قطاع الناشئين في النادي الاهلي. الراجل دوت رفع راسنا في اوروبا
ولعب مع أبو تريكا ووائل جمعة وبركات وكمان أوسو كونان. اللعيب الكبير قوي ده اتدرب مع البدري وجوزيه وفايلر وكمان كارلوس كيروش. الراجل ده اتوج بالدوري مرة واحدة لكن كمان معاه 2 دوري أبطال أفريقيا و2 سوبر أفريقي. يا ترى مين هو؟ مستنيكم تجاوبوا على سؤال الحلقة ونتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي. ويلا يا أهلي.